وجهة للإيواء السياحي وقطع من جمالية التراث السعودي في فندق أراضي سنوبلو، حيث إدارة الاستقبال السياح والوفود الدولية وتشغيلها بطاقات سعودية شابة. حسام الغامدي وقصة لمشوار الطموح والعمل في القطاع السياحي بدأت منذ عام 2016. تدرج في هذه الوظيفة من الاستقبال إلى مدير قطاع الغرف، ثم المبيعات، ثم نائبا للمدير العام المكلف. لو تشوف التدرج الوظيفي هذا كله في أي قطاع آخر ممكن يأخذ سنين، بينما في قطاع حيوي زي قطاع السياحة ما يأخذ منك إلا 6-7 سنوات على حسب الجهد. من أهم القطاعات اللي يكون فيها قد ما تعطي قد ما تأخذ، فكل ما بذلت جهد أكبر كل ما حصلت على شيء بشكل أسرع، وإحنا أكبر دليل على شيء. أهمة طموحة بدأت بعد نيله لشهادات عليا وتجربة للعمل في هذا الفندق في بيئة جاذبة لاستقبال السياح، حيث الإلهام البصري بإضافة قطع من جماليات التراث السعودي في أروقة الفندق. حكم وجودنا في حي دبلوماسي 95% زي ما قلنا 90% من النزلة كلهم أجانب، فيكون منصة منفذ أو بيع الترويج الثقافة والتراث الوطني من خلال القطع والحرفية والأشياء التباع اللي تستخدم زي عند الأجانب زي ما عارفين، زي ما إحنا نسافر في أي مكان في العالم نبحث دائما عن السوفينير أو شيء للذكرى، فالأجانب دائما كان هذا الموضوع يؤرقهم دائما إنه ما في محل خاص يقدر يأخذ منه إذا كان في الرياض في البطحة أو إذا كان في جدة في البلد، فما في مكان يعطي التجربة بشكل صحيح بشكل كامل. إحنا ولله الحمد بشراكتنا مع الوزارات الحكومية والجهات الحكومية قدرنا نوفر منفذ للبيع، بالعكس يتيح لجميع الزوار والسياح أنهم يتعرفوا على تراث البلد، يتعرفوا على المنفذات، وفي النهاية يأخذوا شيء معهم يعود فيه لبلدهم. وفود رسمية وسياح من مختلف دول العالم في تجربة أعطت الانطباع لنقل صورة حضارية للسعودية ضمن حملة مستقبلك سياحة من وزارة السياحة لتمكين الكفاءات السعودية للعمل في القطاع السياحي. محمد المشاري، MBC الرياض.